في نظرية بتقول إن الجن لما بيحب أماكن معينة بيسكنها ويفضل يزهق في سكانها علشان يسيبوه. حد فيكم مصدق الكلام ده؟ ولو مش صح نفسر بإيه الحاجات الغريبة اللي بتحصل في بيوت مهجورة وفاضية؟ الأصوات، الأنوار، الكآبة اللي بتكون مالية المكان. الغريب إن الموضوع ساعات مش بيكون في البيوت بس، ده ساعات في البشر كمان، بس دي كلها نظريات مفيش عليها أي دليل، صح؟ أنا كنت فاكر زيكم كده لحد ما حصل لي موقف خلاني مش عارف أصدق إيه وأكذب إيه. النهاردة هحكي موقف غريب جدا ملوش تفسير منطقي، بس الأول عاوزكم تستعدوا علشان هتسمعوا حكاية أغرب من الخيال، وفي الآخر في الغالب هتقولوا عليا مجنون، بس أنا خلاص اتعودت. يلا كل واحد يحضر كوباية الكاكاو ويرجع يدخل سريره ويطفي النور ويغمض عينيه وسيبك من كل الأصوات الغريبة اللي بتحصل حواليه، وركز معايا علشان أنا اللي هقوله النهاردة أهم من العفاريت اللي بتلعب تحت السرير. ورقة النهاردة من دفتر يومياتي بتبدأ لما والد إيمان توفى. إيمان مين؟ واضح إنك مش متابع كويس. ما علينا، إيمان خطيبتي. والدها توفى في أوائل 2007 قبل فرحنا بشهرين اتنين بس. طبعا انتوا فاكرين كويس إن علاقتي بإيمان كانت تقريبا اتدمرت بسبب حكاية أوراق الطرد، ورغم إني معرفتش بشكل مؤكد مين الشخص اللي شبهي اللي راح وانتحل شخصيتي واتخانق مع والدها، إلا إن علاقتي بإيمان بعدها بفترة رجعت الحمد لله. إزاي قدر يخدعهم ويقنعهم إنه أنا؟ معرفش. ما علينا، بعد ما رجعنا لبعض ورتبنا للفرح حصلت أمور غريبة ومكعبلة. في عز ما كنت مشغول اتنقلت المنصورة وحصلت حكاية مراد ضابط المباحث صاحبي. أكيد لسه فاكرين القضية بتاعت تجارة الأعضاء، ولا أنا لسه ما حكيتهاش؟ عموما لو حابين أحكيها فكروني في التعليقات. المهم إني اتشغلت فترة عن إيمان في تحقيقات القضية دي، وبعد ما حددنا ميعاد الفرح والدها للأسف توفى، وبدأت الأمور تتعقد ورفضت هي ووالدتها إننا نتجوز قبل ما يعدي سنة على الأقل على وفاته، خصوصا إنها خلصت امتياز طب ولسه عندها تكليف، وعلشان المؤامرة الكونية تكتمل على العبد لله جالها التكليف بتاعها في مرسى مطروح. طبعا هيطلع حد يقول لي يعني أنت وكيل نيابة ومعرفتش تغير مكان التكليف بتاعها؟ مين قالك إني معرفتش؟ بس على بال ما عرفت كان حصل اللي حصل. ثم انت بتخليني انط الاحداث ليه؟ ممكن بعد اذنك ترجع مكانك تحت الغطا وتغمض عينيك وتسيبني اكمل الحكايه. والده ايمان رفضت تسيبها لوحدها وراحت معاها مرسى مطروح. دورت لهم على شقه عن طريق زمايلي هناك، مكان كويس قريب من قلب البلد، شقه في الدور الارضي في عماره ما فيهاش حد ساكن غير راجل واسرته، وهو شخصيا صاحب العماره، موجه لغة عربية وإمام مسجد، شارع هادي في وسط البلد، كل سكان الشارع بيتعدوا على الصوابع وكلهم يعرفوا بعض. وصلتهم لحد هناك بنفسي واتطمنت عليهم وسبتهم ونزلت علشان ألحق العربية اللي راجعة القاهرة، وقلت قبل ما أمشي أقابل الأستاذ محمود صاحب العمارة علشان أوصيه عليهم. سألت عليه قالوا لي إنه في المسجد بيصلي المغرب، رحت وراه. خلصنا الصلاة وطلبت إن أتكلم معاه كلمتين، طلب مني اسبقه تحت البيت وهو هيخلص ويقفل باب المسجد ويجي وراي. رحت وقفت تحت العمارة اللي قبلهم، شكلها اقدم عمارة في الشارع ده. الدنيا كانت ليلت والبيت كان مظلم، ورغم كده كان في اصوات عيال صغيرة جاي من جوه البيت. استغربت الحقيقة، هما بيوفروا كهرباء ولا ايه؟ الصوت جاي من جوه عالي، يعني مجموعة من الاطفال والبيت مظلم كحل. فوقت من سرحاني على ايد عم محمود على كتفي وهو بيقول لي اهلا بيك يا نزار بيه، اتشرفت. قلت له الشرف لي، انا بس حابب اوصيك على ايمان ووالدتها، اي حاجه يطلبوها ارجوك وفرها على طول وانا متحمل كل التكاليف. وطلعت من جيبي مبلغ اسيبه له تحت الحساب. قال لي رجع فلوسك يا نزار بيه، انا عندي بنت قدها وهيكونوا في عينيا انا والحاجه، ما تقلقش. كنت مستعجل وعاوز الحق العربيه فسلمت عليه بسرعه ومشيت. وانا ماشي لفت نظري ان باب البيت اللي كنت واقف عنده موارب، ولمحت من ورا الباب في الضلمه كلب اسود شكله يخوف،
اسود لدرجة انه مش ظاهر في الضلمة، وبعدين دخل جوه البيت. ما خدتش في بالي، خدت بعضي ولحقت العربية علشان ارجع مصر. كنت بكلم ايمان في اليوم مرتين وثلاثة. ظروف شغلي في المنصورة خلت السفر مسألة صعبة جدا، حتى الاجازات بقت صعبة. استمر الوضع كده حوالي شهرين، كل شيء كان ماشي عادي، مفيش مشاكل. وبعدين في ليلة كنت ماشي في شارع في وسط البلد بالليل وتهت، لقيت قدامي مكتبة قديمة مليانة كتب من اللي ورقها أصفر، وأنا بحب الكتب القديمة جدا، وعندي نسخة على فكرة من كتاب ألف ليلة وليلة مطبوع من حوالي 100 سنة، ونسخة من كتب مش هقدر أقول اسمها مكتوبة بخط اليد. المهم دخلت المكتبة، ما كانش في حد موجود. قعدت أقلب في الكتب شوية لحد ما لقيت كتاب اسمه مفتاح سليمان. الاسم ده أنا عارفه، كتاب سحر قديم جدا. الكتاب ده كان فعلا تحفة أثرية، وطبعا الفضول خلاني أشتريه من الراجل صاحب المكتبة اللي ظهر فجأة بالظبط زي ما المكتبة ظهرت فجأة. وطبعا انتوا عارفين باقي الحكاية وإيه اللي حصل لما أخدت الكتاب وروحت، ولا أنا برضو لسه ما حكيتش الحكاية دي؟ واضح إن أنا بدأت أكبر وأعراض الزهايمر بدأت تكتر. عموما برضو لو حبيتوا أحكيها بكل تفاصيلها ياليت تكتبولي في التعليقات. المهم اني انشغلت بسبب الموضوع ده اسبوعين، كنت بكلم فيهم ايمان في السريع، وبعد الامور ما استقرت ورجعت المنصورة كلمتها، لقيت صوتها مش طبيعي ابدا، في حاجة غلط. صممت اعرف في ايه، وبالعافية بدأت تنطق لما قلت لها انها لو ما اتكلمتش هنزل اجي على مرسى مطروح دلوقتي. واللي حكيته كان صدمة. قالت لي الاسبوعين اللي فاتوا كان عندي نبطشيات كتير، ولبسوني في نبطشية بتخلص الفجر لاني اصغر واحدة فيهم. في ليلة وانا راجع من النبطشية بعد الفجر عديت من قدام باب البيت اللي جنب العمارة بتاعتنا، كان الباب بتاعه موارب مفتوح على حوش واسع. الدنيا كانت ضلمة رغم اني سمع صوت عيال بتلعب. العيال دول بسمعهم كتير جدا ومزعجين، لدرجة اني اكتر من مرة افكر اعدي على مامتهم استأذنها يراعوا الجيرة، لأنهم مش بيحلالهم اللعب إلا كل يوم قرب الفجر والناس نايمة كل ليلة تقريبا. المهم إنه رغم الصوت ما كانش في حد في الحوش خالص، ما فيش غير كلب أسود كبير ضخم كان بصصلي وثابت. جالي إحساس غريب إني عاوز أدخل البيت. فجأة لقيت حد بيخبط على كتفي، اتسرعت. طلع الأستاذ محمود صاحب العمارة، كان راجع من صلاة الفجر ولقاني واقفة. بصلي وقال لي في حاجة يا إيمان؟ إيه اللي موقفك كده؟ قلت له لا مفيش، مستغربة بس من الولاد اللي بتلعب الفجر دي، أنا لسه جاي حالا. قال لي لسه معدية حالا إزاي؟ أنت بقالك يجي نص ساعة واقفة كده، أنا سلمت عليكي وأنا رايح أصلي الفجر وما ردتيش علي، وخلصت ورجعت لقيتك واقفة مكانك. استغربت كلامه جدا، نص ساعة إيه اللي بيقول عليها؟ أنا ما كملتش ثواني. وبعدين بصيت في ساعتي، انا فعلا بقالي ساعة ماشية من المستشفى والمسافة لحد هنا تلت ساعة بكتير. بصيت للأستاذ محمود باستغراب، وشه اتغير وقال لي تعالي يا إيمان ابعدي عن البيت ده، وما سابنيش إلا لما دخلت الشقة بتاعتنا. وانا بسمع الكلام ده في مليون فكرة مرعبة جت في دماغي، ما المنحوس منحوس لو علقوا على بابه مليون فانوس، اشمعنى انا؟ يظهر اني من مواليد القمر الاحمر فعلا زي ما قالت الليدي ليلي. المهم اللي ايمان قالته بعد كده كان مرعب بالنسبه لي اكتر. كملت في التليفون وقالت بعد الموضوع ده بطلت اعدي من قدام البيت ده خالص، بقيت بتجنبه، بقى قلبي بيتقبض منه. بس المشكله اني ما بطلتش اسمع صوت العيال الصغيره وقت الفجر، وبقيت بستنى في المستشفى لحد ما الشمس تطلع عشان اروح البيت في النور، أو أفضل واقفة بعيد لحد ما أشوف الأستاذ محمود راجع من الجامع وأروح أمشي جنبه لحد ما أعدي من قدام البيت. وفي يوم بعد المغرب دخلت الأوضة علشان ألبس هدومي وأنزل على المستشفى، أو على الأقل ده اللي كنت ناوي أعمله. وأنا بقفل شباك الأوضة اللي بيبص على شارع جانبي وجنينة صغيرة لقيت الكلب الأسود الضخم اللي شفته في حوش الجيران. استغربت شكله جدا، ده مش زي كلاب الشوارع اللي متعودين عليه. في الأول افتكرته من الكلاب الغالية اللي بنسمع عنها، لون عينيه غريب، أنا كنت شايفاه كويس رغم المسافة. فضل ثابت وبصص لي
مش بيتحرك كأنه تمثال، وفجأة لقيت ماما بتزقني. ايه يا ايمان عمال انده عليكي بقالي ساعة، افتكرتك نمتي، هو انتي مش نازلة مستشفى النهاردة؟ قلتلها ساعة ايه بس يا ماما، انا بقفل الشباك علشان اغير هدومي ونازلة على طول. قالت لي نازلة بقى فين؟ الساعة بقت 9 وانتي معادك 7، في حد يغير هدومه في ساعتين؟ ما كنتش مستوعبة هي بتقول ايه. قلتلها انتي اكيد بتهزري، ساعتين ايه؟ انا كنت بقفل الشباك وبعدين بصيت في الساعة واتصدمت، الدنيا فعلا كانت ليلت وانا مش حاسة بالوقت. قررت اني اروح لإيمان مرسى مطروح، وكنت نجحت الحمد لله اني انقل التكليف بتاعها القاهرة، وبشكل رسمي اتصلت بيها وبلغتها اني جاي يوم الخميس وحبات في اوتيل ونتحرك الجمعة الصبح على القاهرة. طول الاسبوع اللي قبلها كان عندي تحقيق في جناية قتل، معينة في ارياف مركز المنصورة، جثة الطفلة لقوها مدفونة في الارض معدومة الملامح، واضح ان بقالها فترة تحت الارض. وطبعا اول حاجة بيعملوها هو فحص بلاغات الغيابات في المحافظة والمراكز المحيطة، وبدأ المعمل الجنائي اول حاجة في محاولة استقلاص اي حاجة من هدومها او خصلات شعر عشان يتعمل عليها تحليل بمعرفة الطب الشرعي. ومع شديد الحزن طلعت البنت متبلغ باختفائها فعلا من 4 شهور، وتم التعرف عليها من هدومها. اصعب وقت هو الوقت اللي كنت بقضيه في سؤال اهل اي متوفي، بتكون جلسة تقيلة ومرهقة، ما بالكم بقى وانا بسأل اهل طفلة صغيرة. ما علينا، خلينا نعدي الحتة دي علشان نروح للجزء المهم في الحكاية. البنت كان اسمها فرح، كان عندها 8 سنين، لابسة فستان ابيض من فوق واحمر من تحت وشراب بينك. اختفت وهي راجعة مع امها واخواتها من فرح في قرية تبع المركز، وللأسف التحريات ما قدرتش توصل لأي دليل على الجاني، لحد ما حصلت حاجة غيرت كل حاجة. يوم الخميس الصبح قبل ما اروح الشغل لقيت اتصال من إيمان، صوتها بيترعش ومخنوق وبتعيط وبتقول لي نزار أنا مش قادرة أقعد هنا، تعالى بسرعة. هديتها وقلت لها أنا هخلص النيابة وهطلع عليك على طول. وبعدين قالت لي امبارح بالليل حصلت حاجة غريبة مش قادرة استوعبها، كنت في المستشفى وقاعدة في استراحة الأطباء لوحدي، واحدة من الممرضات جات لي وقالت لي ما تيجي تقعدي معانا طالما الدنيا هادية بدل ما انت قاعدة لوحدك. قلت لها تسبقني وهحصلها. اتصلت بماما اطمن عليها، وبعدين قمت وخرجت من الأوضة، لقيت بنت صغيرة حوالي 8 سنين لابسة فستان أحمر زي ما تكون تايهة في المستشفى. احنا أصلا في قسم العناية المركزة ومش المفروض يكون في حد هنا. ندهت عليها بصت لي بنظرة عمري ما هنساها أبدا يا نزار، وبعدين شاورت لي علشان أمشي وراها ولفت ومشيت. مشيت وراها لقيتها داخلة أوضة في آخر الممر، رحت بسرعة عليها ودخلت وراها، لقيتها قاعدة على السرير والنور مقفول. حاولت أفتح النور بس للأسف كان بايظ. قربت منها وقلت لها فين ماما يا شاطر؟ لقيتها بتقول حاجة بصوت واطي مش مسموع وبتكرره. قربت منها علشان أسمع، كانت بتقول سعاد خدت الحلق. قلت لها حلق ايه؟ قعدت تكرر الجملة. انا بجد خفت ورحت بسرعة عند حد من التمريض وبلغتهم باللي شفته، واحدة منهم قعدت تقرأ قرآن والتانية بصت لي وتنحت. قلت لهم هو في ايه مالكم؟ قالوا لي الأوضة اللي في اخر الممر محدش بيدخلها يا دكتورة، بسم الله الحفيظ مسكونة علشان كده مش بتستخدم خالص ومتسابة فاضية على طول. انا طبعا ما صدقتش الكلام الفارغ ده، بس لما رجعت الأوضة لقيت البنت مش موجودة يا نزار. المشكلة ان نور الأوضة كان بيشتغل عادي رغم انه ما كانش عاوز يشتغل. انا عاوز امشي من هنا بسرعة يا نزار، ارجوك مشيني من هنا. طبعا مش محتاج اقول ان المكالمة دي سببت لي تربانة في دماغي. انا ما قلتش لإيمان اي حاجة طبعا، وفهمتها ان اكيد البنت مشيت او روحت لمامتها بعد ما هي خرجت من الأوضة، بس الكلام ده طبعا انا شخصيا ما كنتش مقتنع بيه. من كتر ما شفت بقيت بعرف اقرا الرسائل اللي بتتبعت من فين وازاي ما اعرفش، ولا حد منكم ينتظر مني اي تفسير لاني اصلا لسه بدور على تفسير. المهم اني كلمت رئيس المباحث وقلت له هي البنت المتوفية ليها قريبة اسمها سعاد؟ قال لي لا. قلت له طيب في واحدة من الشهود كانت قالت انها شافت واحدة اسمها سعاد ماشية مع البنت،
ليلة ما اختفت، ياريت لو تمشي ورا الخيط ده يمكن يوصلكم لحاجة. طبعا أنا كنت بحور عليه، أكيد مش هقوله إن روح البنت راحت لخطيبتي على بعد 700 كيلو علشان تقول لها اسم سعاد. المهم خلصت النيابة حوالي الساعة 5 العصر، وركبت عربيتي وطلعت على اسكندرية ومنها على مطروح. طبعا كان مشوار جميل، وصلت الساعة 12 بالليل. كان المفروض أطلع على الفندق علشان أبات هناك وعدي على إيمان الصبح علشان نسافر، بس قبل ما أوصل الفندق جالي مكالمة من الأستاذ محمود صاحب العمارة. قال لي نزار بيه، أنا عارف إنك جاي النهاردة. قلت له آه أنا وصلت. قال لي طيب استأذنك تيجي علي على طول. طبعا انزعجت جدا، قلت له هي إيمان كويسة؟ قال لي ما تقلقش، إيمان والحاجة عندي قاعدين مع مراتي وبنتي، أنا في انتظارك. وصلت لقيت إيمان في حالة انهيار كامل، والأستاذ محمود خدني ودخلنا أوضة تانية وقال لي استريح وأنا هحكي لك اللي حصل. بعد ما أحكي لك اللي حصل خدها مني كلمة، ما تباتش هنا الليلة دي، خدهم وارجع مصر على طول، وانصحك تروح لشيخ للعلاج بالقرآن. قلت له ليه المقدمة دي كلها؟ أنا ماشي الصبح فعلا. قال لي أنا لقيت إيمان مغمى عليها بعد الفجر جوه حوش البيت المهجور، ولما فاقت ما كانتش فاكرة أي حاجة خالص غير إنها شافت كلب أسود جوه البيت، وده ملوش غير معنى واحد بس. عاوزني أقوله لك ولا أنت فاهم؟ قلت له لا يتهيأ لي فاهم. عموما أنا متشكر ليك جدا على كل حاجة، خلينا ننزل نلم هدومهم ونمشي. قال لي أم أسماء نزلت مع الحاجة ولموا كل حاجة وانزل معاهم على مصر. لما ركبنا العربية والدة إيمان كانت بتقرأ القرآن بشكل مستمر بدون انقطاع. هنا جالي تليفون من رئيس المباحث، قال لي نزار بيه احنا عاوزين أمر ضبط وإحضار. قلت له قل لي إيه اللي حصل وأنا هتصرف. قال لي هو في بنت اسمها سعاد بس مش من البلد بتاعته، اختفت أسبوع بعد اختفاء فرح وبعدين رجعت، وتحريات وصلت إنها كانت في مصر وباعت حلق ذهب لمحل صايغ في مبابة. أنا عاوز أمر الضبط علشان أكمل الإجراءات. قلت له أنا مش في المنصورة بس هكلم حد من البهوات وابعت حد من عندك للاستراحة بالتحريات علشان ياخد الإذن. بعد ما قفلت معاه حسيت إن إيمان هديت شوية، قلت لها ممكن تحكي لي بقى إيه اللي حصل؟ قالت لي أنا من أول الأسبوع بقيت بشوف الكلب الأسود ده في كل مكان تقريبا، لدرجة إني شفته في المستشفى، ولما بشوفه زي ما أكون بتسحر بسرح والوقت بيعدي من غير ما أعرف. طبعا مش هتصدقني بس ده اللي كان بيحصل. قلت لها أنا مصدقك كملي. النهاردة رحت المستشفى الساعة 8 بالليل علشان أسلم عليهم، وأنا مروحة اضطريت أعدي من قدام البيت المشؤوم، معرفتش أمنع نفسي من إني أبص على الباب المفتوح، كان الكلب الأسود واقف برضه في نص الحوش. لقيت نفسي من غير ما أحس ماشية ناحية الباب بصة في عينين الكلب، معرفش فضلت قد إيه ولا لقوني إمتى وإزاي. كل اللي عرفه إن الأستاذ محمود لقاني مغمى عليا في حوش البيت ونده الجيران وشالوني على البيت وجاب لي دكتور. بعدها أنت كلمتني وقلت لي إنك خلاص قربت توصل، قمت بالعافية وأنا شعر بإرهاق شديد علشان استحمى، ولما دخلت الحمام وقلعت هدومي صرخت. ماما دخلت علي لقيت أثار خربشة وضوافر على جسمي كله، خرابيش طويلة وبتوجع. بعد شوية الأستاذ محمود ومراته نزلوا على صرختي يطمنوا علي، ولما ماما قالت لهم على الخرابيش والكلب الأسود اللي شفته جوه البيت لقيتهم بصوا لبعض. وبعدين الأستاذ محمود قال لي مش قلتلك يا إيمان تبعدي عن البيت ده؟ فقلت له أنا ما روحتش هناك بس أنا بشوف الكلب بتاعهم ده كتير وبسمع صوت عيالهم المزعج كل يوم بس عمري ما شفتهم، هما مش بيروحوا مدارس مش بيطلعوا من البيت خالص، والكلب بتاعهم ده أكيد هو اللي خربشني كده وأنا مغمى عليا. تعدل في الكرسي بتاعه وقال لي بص يا إيمان أنت زي بنتي، اللي هقولهولك ده مش هزار، البيت ده مسكون بالجن، في ناس بتسمع صوت عيال طالعة منه بالليل وهو مهجور يا بنتي قديله 10 سنين، بيتقال انه كان في راجل ساكن فيه هو وعياله الاثنين ومراته قتلتهم وهم نايمين، ومن ساعتها اهل المنطقة بيشوفوا حاجات مش طبيعية ومحدش عارف ايه اللي حاصل هناك، الاحسن تمشوا من هنا فورا. طبعا انا سمعت الكلام ده وكنت ساكت تماما، الف فكرة وفكرة جت في دماغي
ايه تفسير ده؟ وايه تفسير انها شافت بنت بنفس اوصاف البنت القتيلة؟ وايه الكلب الاسود ده؟ هل ممكن يكون له علاقة بالكتاب؟ هل له علاقة بحاجة تانية؟ ونط في راسي تهديد عهد ليا، مش هسيبك يا نزار، مش هسيبك ومش هتكون لحد غيري. لحد هنا وحكاية النهاردة بتخلص. طبعا إيمان فضلت فترة بتتعالج، راحت لكذا طبيب نفسي وكذا شيخ، وبعد فترة طويلة قدرت تكون أفضل، بس ما قدرتش تسامحني لأنها كانت شايفة أني أنا السبب في اللي حصل لها، وأن أنا الشخص الملعون اللي مش المفروض حد يقرب منه نهائي. مرض أو وباء اسمه نزار. عموما الحكاية دي مش أكتر من ورقة في دفتر يومياتي الطويل. أنا يا ما شفت، وحياتي عبارة عن أسئلة بيتجاوب عليها متأخر، وأسئلة تانية لسه بتدور على إجابات. في النهاية أتمنى أن تكون ورقة النهاردة من دفتر يومياتي عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة واللايك والشير علشان تشجعوني أكمل. أشكركم وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.